هاي وحياكم الله بهذا الفيديو اللي راح اتكلم فيه عن موضوع يمكن سبق وتكلمت عنه بسناب شات، لكن اليوم راح اتكلم عنه بالتفصيل، الشوبينج اونلاين. ان شاء الله هذا الفيديو راح يكون دليلكم للتسوق الصحيح عبر الانترنت على طول. الانترنت بحر كبير وكثير من المواقع وكثير من الاونلاين ستورز موجودة، لكن شلون نقدر نعرف شنو هي المواقع الموثوقة ونقدر نتسوق منها بالشكل الصحيح؟ اول شيء راح اتكلم عنه الماركات العالمية. اذا كنتي حابة تشترين شيء معين لماركة معينة او لمحل معروف، افضل طريقة تحصلين على هذا المنتج واحدة من الثنتين. اول طريقة راح تكون التسوق عبر الموقع الرسمي لهذه الماركة او لهذا المنتج. اغلب المواقع والماركات المحترمة يكون عندها مواقع متعارف عليها، موقع رسمي مضمون تقدرين تتسوقين من خلاله وتحصلين من خلاله على المنتج اللي قاعدة تدورينه. مثلا لو انا بدور عن منتج من ماركة، خلينا نقول بربري، الافضل طبعا تتوجهين للموقع الرسمي للماركة. الموقع الرسمي يكون مثل ما هو موضح في إمكانية التسوق، في تصنيف، إذا كنت حابة تشتري منتج نسائي، رجالي أو للأطفال، وعادة يكون في طريقة للتواصل مع القائمين على هذا الموقع إذا كان الموقع موثق وصحيح، سواء كان عن طريق الشاتينج أو عن طريق رقم الهاتف أو حتى عن طريق البريد. حاولي تدورين على كل الدلائل اللي تأكد ان هذا هو الموقع الصحيح من خلال لوجو الماركة اذا كنتي تعرفينها. اغلب المواقع مثل ما قلنا تكون طبعا، او اغلب الماركات عفوا، تكون لها مواقع معترف فيها سهلة الاستخدام. حتى مواقع الهاي ستريت مثل زارا، واحد من المحلات المتعارف عليها ايضا لموقع ويوصل لاغلب دول العالم، موقع سان لوران، H&M وغيرها كثير من هذه المواقع. اللي يميز التسوق عبر هذه المواقع الموثقة انه في كاستمر سيرفيس على مستوى عالي من الجودة. يعني اذا كان المنتج مو مناسبك او مو هو المتوقع، ممكن عندهم طريقة الاسترداد، استرداد المبلغ اللي دفعتيه عن طريق ترجيع البضاعة، ريفاند بوليسي. راح تلقين طرق حماية المستهلك ايضا كلها مذكورة من خلال هذا الموقع اذا كان هذا الموقع هو الصحيح والموثق. الطريقة الثانية ايضا للتسوق بما يخص الماركات العالمية هو مواقع الميجا ستورز، وهي مجموعة من المواقع يكون متعارف عليها لمحلات موجودة سواء كان في الولايات المتحدة الامريكية او في دول اخرى، لكنها تكون محلات ميجا ستورز تجمع تحت سقفها العديد من الماركات العالمية، وكأنش تسوقتي من الموقع نفسه أو من مصدر الماركة نفسها. هذه المواقع توفر جودة عالية مضمونة 100%، بالإضافة إلى أن عندهم حماية المستهلك وخدمة المستهلك بشكل كبير. أيضا هناك طريقة للتواصل معهم عن طريق الشات، عن طريق الإيميل، أو حتى عن طريق الاتصال هاتفيا بمراكزهم. من مواقع الميجا ستورز اللي أنا شخصيا أثق فيها بشكل كبير وأتسوق منها موقع بارنيز نيويورك، ايضا موقع نايمان ماركس، موقع ساكس فيف افنيو واللي تنتشر محلاتها في جميع ارجاء الولايات المتحدة الامريكية، وايضا الاشهر على الاطلاق نيتا بوتير واللي يحمل تحت سقفه العديد من الماركات العالمية. اغلب هذه المواقع مصنفة على كاتيجوريز تسهل عليك عملية البحث من اذا كنتي تبحثين عن فستان او على شنط او على حقائب او حتى على اكسسوارات، مصنفة على حسب المصممين ومصنفة ايضا على حسب البراند او الماركة. ايضا مثل ما انتم ملاحظين في موقع نيتا بوتير في طريقة تواصل، كونتاكت نمبر، ايضا في ريتيرن بوليسي، عادة تلقين هذه التفاصيل موجودة في اسفل الهوم بيج او الصفحة الرئيسية، كل التفاصيل خاصة بطريقة التواصل، طريقة التوصيل، الريتيرنز والاكسشينج، وايضا طريقة الدفع. هذه المواقع ايضا اغلبها يقبل الفيزا كاردز واغلب كروت الفيزا كاردز، وعندهم خدمات توصيل عبر العالم. الان بعد ما لقينا المنتج اللي احنا قاعد ندور عنه وعرفنا وين نحصله بموقع مضمون، شلون نضمن وصول هذا المنتج لنا اذا كنا متواجدين في بلد ثاني مثل دول الشرق الاوسط او الخليج العربي؟ لابد من اجل الشيبينج او التوصيل عشان يتم بعمليه وطريقه صحيحه انه يكون عندك اكاونت في احد الشركات اللي تمثل رابط ما بين موقعك انت
وبين موقع البضاعة اللي تم شرائها سواء كان في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو غيرها من الدول. من أشهر هذه الشركات شركة أرامكس، هذا شكل الأكاونت في أرامكس. مجرد ما تفتح أكاونت في أرامكس يعطونك عنوان صالح في الولايات المتحدة الأمريكية، في الصين، وأيضا في UK المملكة المتحدة. ما عندي فكرة إذا كان أيضا هناك عناوين أخرى ممكن تحصلون عليها، لكن هذه العناوين راح تكون كافية جدا للتسوق عبر أغلب المواقع الإلكترونية. أرامكس مثل ما قلنا تمثل حلقة وصل ما بين المستهلك وما بين المحل علشان تضمن وصول البضاعة لك بالشكل الصحيح. ماذا عن المواقع اللي تذكر أن عندها عملية توصيل لكل دول العالم أو shipping worldwide؟ هذه المواقع أيضا تعتبر أهل للثقة، لكن طريقة التوصيل ما تعتبر أهل للثقة لأن أغلبهم يوصل عن طريق البريد العادي. وبالنسبة للدول العربية يمكن أو دول مجلس التعاون الخليجي بشكل من التحديد، دخولها عن طريق الجمارك راح يكون عملية صعبة، يمكن يصير فيها تأخير، يمكن تضيع في الجمارك، يمكن تضيع خلال عملية الشحن البري أو الجوي، فما أنصح فيها إطلاقا من تجربة سابقة. أبداً أبداً ما نفعت معاي الشيبينج أونلاين عن طريق البريد العادي، فالأفضل أن يكون عندكم أكاونت في شركات مثل أرامكس. من المواقع المشهورة والمعروفة أيضاً للتسوق عبر الإنترنت موقع أمازون، معروف عالمياً، أنا شخصياً ما أستغنى عنه، أشتري منه أغلب الشامبوات والكريمات العناية بالإضافة للأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير. موقع أمازون موقع مميز يجمع العديد من الجهات تحت سقفه، ممكن تلقون كثير من المحلات، محلات مشهورة، محلات متواضعة، لكن نصيحة من مجرب، لا تستخدمون موقع أمازون لشراء أي شيء من الماركات العالمية المختلفة، كلش ما ينفع للماركات، وحتى لو كان موجود فيه بعض الماركات يمكن ما راح تكون موثقة أو ما راح تكون من مصدر موثوق وما أضمن أنها تكون أصلية. موقع أمازون سهل الاستخدام مثل ما قلنا، بالذات إذا كان عندك أكاونت مع أمازون برايم، الشيبينج راح يكون سريع، التوصيل راح يكون سهل، خانة البحث فيه وايد سهلة. أيضا من المواقع اللي أستخدمها أغلب الوقت للتسوق أونلاين، نفرض أني مثلا كنت أدور بيربل شامبو واللي أعتبره من الأمور اللي أشتريها على طول عن طريق موقع أمازون، تكلمت عنه في فيديوهات ثانية. الحلو في هذا الموقع انه مو بس يذكر لك وين ممكن تشتري هذا المنتج ولينك مباشر طبعا للتسوق والشيك اوت عن طريق الموقع، الحلو فيه ايضا انه ممكن تقرأ ريفيوز من ناس اشترت هذا المنتج قبلك، قيمته وذلك عن تجربة. ايضا يذكر لك اسعار مختلفة فممكن تختار العرض الانسب لك، فامازون فعلا موقع مميز جدا. احرص دائما على انك تقرأ الريفيوز وتختار المنتج بناء على هذا الشيء. كثير من المنتجات المذكورة في موقع امازون في ناس مقيمينها معطينها تقييم من نجمة واحدة الى 5 نجوم، تقدر تختار بناء على هذا الشيء وتقدر تشوف ايجابيات وسلبيات البائع ايضا من خلال الريفيوز المذكورة في موقع امازون. وايد انصح بهذا الموقع اذا كنتم من عشاق التسوق. امازون موجود ايضا في دول مختلفة، في امازون استراليا، امازون امريكي، امازون بريطاني، تحققوا من البائع نفسه اذا كان يوصل هذا المنتج لدول مختلفة. ومثل ما قلنا اذا كان عندكم اكاونت في شركات مثل ارامكس التوصيل ان شاء الله ما راح يكون فيه اي مشكلة. الموقع الثاني اللي راح اتكلم عنه ايضا موقع إيباي. الاشخاص اللي يعرضون منتجاتهم للبيع فيه ممكن تكون محلات بسيطة وممكن تكون ايضا افراد، علشان كذي المصداقية امر مشكوك فيه في موقع إيباي. كثير من الاشخاص اللي بيعون في إيباي للأسف ما في عندهم مصداقية، اغلبهم يمكن يكونون نصابين، اغلبهم ممكن حتى طريقة التواصل معاهم بعد ما تبيع المنتج ما في شيء يضمن لك ان هذا المنتج اصلي او لا. لكن للامانة ممكن تلقى عندهم عروض خيالية جدا لكثير من المنتجات الاصلية انت وحظك. نفرض مثلا اني قاعد ادور جنطة من ماركة سيلين، وهذا المثال ايضا ذكرته لما تكلمت عن الاونلاين شوبينج في سناب شات.
أنصح إنه يكون عندك خبرة مسبقة عن سعر المنتج اللي أنت تبتشتري. يعني مثلاً لو تبتشتري جنطة من ماركة سيرين أو تبتشتري جنطة من هذه الماركة، أنصح يكون عندك فكرة عن سعرها في السوق. لا تمشين وراء العروض المغرية اللي ممكن تشوفينها في موقع أمازون، كثير منها عروض ما لها أساس من الصحة وما تدخل العقل أصلاً. إذا كان السعر وايد قليل مقارنة بالريتيل برايس أو السعر الأصلي للمنتج، أكيد هذا المنتج مو أصلي أو أكيد مشكوك في أمره. أنصح طبعا بالتواصل مع البائع، في طرق كثيرة للتواصل عن طريق الإيميل، عن طريق إيباي نفسهم، تتأكد وتطلب معلومات قدر الإمكان عن المنتج قبل لا تشتري. مثل ما قلنا الأسعار اللي ما تدخل العقل، مثلا هذه جنطة سيلين سعرها $150، يعني تقريبا 50 دينار، وهذا السعر فعلا ما يدخل العقل، خصوصا وأن حقيبة بهذا الديزاين أو بهذا التصميم ما تقل قيمتها عن $2000. فحاولوا تبحثون عن العروض المعقولة عشان تضمنون أن المنتج هذا أساسي وأصلي. بالنسبة لموقع كريغزليست، فهو أيضا يعتبر من المواقع اللي ممكن تحصلون فيها عروض مميزة على نطاق أوسع، سيارات وغيرها الكثير. لكن للأمانة ثقتي بهذا الموقع شوي مهزوزة، كثير من الحوادث صارت مؤخرا تخوف شوي من هذا الموقع، ما أنصح فيه إذا كنتوا طبعا ما عندكم خبرة بالأونلاين شوبينج أو تتعاملون مع أغراب. يمكن يمثل خطورة، يمكن يكون لا سمح الله شيء خطير. ما أنصح أبدا أنكم تستخدمون هذا الموقع إذا ما كان عندكم الخبرة الكافية. في كثير من المواقع موجودة أونلاين وظيفتها أن تتحقق من أن المنتج قبل لا تشترونه من إيباي وغيره من المواقع أصلي أو لا، وممكن تستخرجون شهادة تثبت أن هذا المنتج أصلي أو غير أصلي. من هذه المواقع موقع Authenticate First, it's one of the leading أو من أشهر المواقع اللي تهتم بهذا الشيء. مجرد ما تعطونهم اللينك لهذا المنتج سواء كان في إيباي أو غيره من المواقع، راح يبتدون يحققون، ياخذ فترة بسيطة ومبلغ يمكن معين، لكن في النهاية يأكدون لكم إذا هذا المنتج فعلا أصلي أو غير أصلي. أيضا لضمان حقكم وعلشان ما تتعرضون لأي عملية نصب من خلال التسوق في موقع إيباي أو غيره من المواقع، يفضل التسوق إما عن طريق PayPal، أن يكون عندك أكاونت في PayPal، أو أن يكون عندك كريدت كارد عليه حماية مثل كروت الأمريكان إكسبرس، أغلبها عليها حماية. فلا سمح الله إذا صار عملية نصب أو أي شيء من هذا القبيل، يكون في خط رجعة أو طريقة تعويض، سواء كان عن طريق PayPal أو عن طريق البنك نفسه. نقطة مهمة هي أيضا التوفير عن طريق الأونلاين شوبينج. حاولوا دائما تبحثون عن شيء اسمه برومو كود أو ديسكاونت كود. هذه عروض تكون موجودة تقدمها هذه المحلات طوال العام في الأعياد والمناسبات المختلفة على حسب كل دولة. حاولوا دائما قبل التشيك أوت، قبل لا تخلصون عملية الشراء، أن تسوون بحث بسيط على جوجل، تدورون على أهم العروض اللي يقدمها أو تقدمها هذه المحلات. كثير من العروض تتراوح ما بين 5% إلى 35%، وفعلا يكون خصم وايد كبير على سعر المنتج. فوايد أنصح أنكم تدورون على برومو كودز أو ديسكاونت كودز قبل عملية الشراء. التسوق أونلاين ممكن يكون تجربة ممتعة جدا وفريدة وناجحة إذا عرفنا شلون نسويه بالطريقة الصحيحة. أتمنى لكم تسوق أونلاين ممتع وآمن، وديروا بالكم وانتوا تتسوقون، وإن شاء الله يا رب يكون هذا الفيديو دليلكم على طول لتسوق آمن وسعيد أونلاين. إذا حبيتوا هذا الفيديو وحسيتوا إنه فاتكم، بليز لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، وسووا لي فولو على تويتر وإنستغرام وسناب شات نفس الاسم نوها ستايل آيكون. أحبكم وايد، ثانك يو على المتابعة.